بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها وكان عرشه على
إلى ربهم
ولا أعلم الغيب ولا
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام عليك
لكم آية فذروها
وامرأته قال
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما
What?
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.